شفت تاني ثورة سوريا. كل ثورات العالم العربي كوم وثورة سوريا مباركة كوم. لم يشهد العالم العربي بالسنتين قصف ودمار وتنكيل مثل الذي قام به نظام المشرف بشار الأسد في سوريا. لم يشهد هذا العالم العربي تخريب وتهجير وذل الناس وقمع الناس وتهجيرهم الى بلدان اخرى كما حصل على يدي صدام الاسد في سوريا. لم يشهد كل العالم العربي كل الربيع تخلي من العالم كما حصل بالتخلي مع الشعب السوري. بس ايضا والاهم، لم يشهد هذا العالم العربي بالسنه الاخيره شجاعه لثورة الشعب السوري. نحن هذا الشيء نفتخر فيه. نحن لو في حدا عم يبعث سلاح كنا بنزقف له، بنشد على ايده، بنقول له الله يشد من قدرتك. كل شخص بالاعلام، بالمظاهرات، بجمع المال، بالنضال، بالوقوف الى جانب الشعب السوري. هيدي مش بس انه والله نحن مربكين وهلنا تدخل في الشعب السوري، واحد من واحد او من سوريا اصلا مش معك بلبنان. عقاديا مش فاهم بلعب دخل بسوريا. يا اخي ما انت عم تبني بلدك لحتى نشوف كيف بدنا ندخل بشؤون بعض. واحد بيطلع على سوريا كان اربع مرات بالويك اند مش بيقول تدخل تدخل بشؤون يعني ما انت شفت انت اصلا شفت شيء. انت بالاساس تكوينك البيولوجي مبني على التدخل في الشؤون الدوليه. انت هذا المدرب المسك. ولكن تدخل ارسال السلاح لك يا ريت بنفس السناك شو عيب لمخالفه للقانون. وافضل شيء تعملوه ببعض المصاري مني انا سالت كثير لما صار وانا من مؤتمر دعم الشعب السوري اول السنه. هلا في ناس صارت كثير متحمسه لمن استفاد بعد 10 اشهر ليعني بمناسبات الدعم الشعب السوري. انا بحترمه بقدر بس كمان احجام يجب ان ننظر فيها بعقلانيه. بعدين كان في 10 اشهر مبادئ يعني بعتقد اللي بيحس لمن يريد ان يغضب كان في يغضب قبل 7 اشهر ما كان صار شيء. سالوني كثير ناس انه شو صرت حماس للشعب السوري ما انتم لبنان اولا وسياري ووطني واستقلال وما بعرف شو وتكره السوري. يخلق سوري بكره مع نظام مرات لبنان في هون استاذ جامعة كذا بلاقي بيعلم سوري ما بعرف. حخبركم ليش نحن هذا الحماس مع الشعب السوري. اولا نحن بي وام هالثورات. اي ثورة تقوم في العالم العربي نحن الى جانبها ونصلي لاجلها وندعمها. لكن نحن الثورة اللي قامت على الرئيس اللي وقف ليل نهار الى جانب لبنان حكينا عنها بالميح وما حكينا عنها بالعربي. هلا في غيرنا كان مبسوط بالثورات الاخرى لما وصلت على سوريا بقى على سامي. هذا نموذج اخر. بس نحن مش هيك. نحن كانت الثوره على حسني مبارك، نحن بنحب حسني مبارك. نحن كان الوضع اللبناني وكذا، هو كان مع المحكمه مع سياده حريه لبنان، ما كنت دخل بشان لبنان. كان يستقبل وزراء ونواب وكل الطبقه السياسيه تاعتنا كان في يمشي بمشروع.
على كل في شيء سؤال 14 درس قبل اللي بيقولوا بشكل عام يعني ما فينا نحن نشوف ولا عم يحط على راسه بخمص ويكون رأينا بيجب حماية المقاومة تضرب المقاومة شو المقاومة كيف بدنا نشوف خمص تبصر عشرات النساء والأطفال بيقتلوا ببيوتهم ناس تشبه إلى الركوع لبشار الأسد هول اللي لابسين ملفات عاملين لحالهم انه هن يعني احرص الناس على الدين بدل الولد اللي يشغل الركوع على بشار الاسد هذا شو؟ بتنظيم القاعده يعني الشيخ حسام البلاد بكل سيئه شي مره شفتوا القاعده عم يشكروا واحد يصلي لربنا شبيحة بشار بيشوفوا الناس يصلوا لبشار بعدين بيقولوا خوف من القاعده القاعده تنظيم كثير مضطر وعمله كثير صعب تفهم منها فنحن انسانيا ما فينا نشوف هيك منظمه ظاهر الا ما نتضامن معها. مش بالمملكه العربيه السعوديه ماشي؟ المملكه العربيه السعوديه اللي اعطت لبنان ما لم تعطيه اي دوله للبنان. واعطت فيه مقدار اكثر من 14 دولار بالمناسبه. صار بيطلع علي حسن خليل ان المملكه بمكرماتها دي عملت الامريكان خليج المطل ما بعرف شو انا بصير واحد ثاني رح يهربوا من المصريات السعوديين اللي مفترجين لهم شكرا قطر اذا بالمملكه العربيه السعوديه صار في قتل اطفال وقصف بالمدفعيه انا ب 14 اذار صار طالب اسقاط النظام السعودي مش انه والله ثلاث اشخاص على الشارع صار مشكل راح شريك قبل مصطفى نظام الشغله يا اخي انا مش بحكي عن حدا بحكي عن الصبي بعدين بدفع مصاري لحد 14 اذا مش عاطيني هم البحرين كثير مضبوط في عقامات الدنيا كثير قتل اطفال بالبحرين وفي شيء 240 الف اكيد صار بالبحرين عقارات الدنيا بس ما في كل باقي اللي بيشتغلوا على الاستعمار يعني فرنسا يعني فوكس نيوز يا اخي النظام في البحرين اذا قتل اي شخص فهذا القتل مدان واحد اثنين النظام في البحرين يجب اصلاحه ثلاثه اللي بده يحكي عن البحرين بده يكون قاتل بشار الاسد ما بيشتغل بشار الاسد ماشي الحال انا بموضوع البحرين من اليوم الاول اتحدى تلاقي حدا من 14 دار دافع عن نظام البحرين اتحدى في 24 قتيل بالبحرين في 10200 قتيل بسوريا نحن ايه شغله بسيطه كويسه لا تركوا تركوا شباب تركوا تركوا ماشي حالك ماشي ما بس هيك تودى اخر وحده بعد النقاش ماشي ماشي عرفت قبل ايه مع السيد مظبوط لسبب لما طلع السيد حسن يحكي عن البحرين انشحط 100 عين شيعيه من البحرين ولا شو صار قريب السبب الثالث والاهم ليش نحن مع الشعب السوري؟ بنقاتل واحد هذا بنعرفه هذا بنعرفه هذا الضابط بنعرفه هذا الشبيح بنعرفه هذا المرتزق بنعرفه بدي مش هو خيو بدي مش خيو ابن عمه بدي مش ابن عمه فيه بالحزب نفس اللي كسروا درع كسروا الاشرفيه نفس اللي كسروا ومثل ما نهزموا بالاشرفيه وبنرابط بحمص هي الهزمه بالدرع
الوجع ما بوريلاش نفس الوقت اللي عم يطلع على اليوتيوب نفس الديكور ما مع صديق هذا الشيء نفس اساليب التعذيب نفس حتى طريقه الحكي مع الناس بقول له مش بشر والله العظيم مش بشر طلعت انا واحد على الجزيره ما عرفت شو انت ما بتحكي شو انت ايه وين انت احنا بقطر للي مش عارف قطر قطر على مين بتطلع الشبيح السوريين يدافعوا عن نزار على قناتنا ما فيها ديمقراطيه ما فيها ديمقراطيه ما انه كله عائله كبيره وعنده شي 30,000 سنه يغازوا البترول ديمقراطيه شو ما انه العائله يعني كله واحد مسؤول عن العائله مش بلد 24 مليون بعدين يا ايضا لما هي قطر تضرب بقطر تضرب قطر يعني شو هالقصه وعلى كل اللي مش احنا بدنا نشوفه طيب كلمتين عن سوريا وبعدين ننتقل للسلاح لانه انا سوري بس انت انا عم اشوفه امبارح هذا النظام بسوريا لو بعدكم شايفينه قاعد الشام هذا النظام صار بمشاكل التاريخ خلص سوري بيقعد شهر 2 3 6 بيقعد سنين هذا انتهى عمليا انتهى تاريخيا انتهى بالمعنى السياسي انتهى لا يمكن العوده قصف حمص دار عمره 30 يوم قصف على اساس المارينز بابا عمرو 30 يوم قصف مجموعه من الشباب المؤمنين المنتسبين عن بقاتل بحمص 30 يوم قصف بعدين بيقول لك فتنا على بابا عمرو شو هالشغل يعني شو هالبطولة العسكرية العظيمة 40 سنة ما استرجعت تقولوا مرحبا لجندي إسرائيلي بالجولان جايين كفروا راسك هذا في حتمية التاريخ حتمية التاريخ واضحة لا نظام ينقصر على شعب مستحيل كل الشعب ينتصر على النظام وهذا الشعب السوري يجب ان ينتصر على النظام وسينتصر اكيد على النظام هلا في فتره معينه الغرب بده يهجم عليه لانه حامل اسرائيل ممانع كويس ممانع كل الصحافه الاسرائيليه بقائها اسد شغله عظيمه اسرائيل نتنياهو برار شغله عظيمه اسرائيل ليه الخطيب من استقبال المسلمين؟ ابني حصلتوا انتوا وايران وشوي من اللي عم عملوا جروب ايران اسرائيل ومن معه حساسيه من الربيع العربي فتحوا جروب يضاهوا هذا المعنى امراض تسمعوا من في مبادرات حديث ولا كوفي انان موجود كان عم بشار الاسد طبعا ما يقدر يقعد كثير باجتماع بشار الاسد يرفع التليفون شو خلص خط الاطفال كذا كوفي انان خليك معي عم خلص كله بس مبادرات تهدف الى ايجاد حل طبعا الناس لا لها تاريخ ولا لها جغرافيا ولا بالفن السياسي بس الناس ما بدها تنشر بالعسكر ما بدها تقعد ما تعمل شيء بروحوا بيقعدوا مع بشار الاسد خليني اسخن عليكم هاي القصه كيف حتنتهي بسوريا هلا ما بعرف 3 شهور 6 شهور سنه اقل ان شاء الله هذه الثوره لن تنتهي الا كما يريد الشعب السوري والشعب السوري يريد اعدام الرئيس وسيعدم الرئيس عليك جميعا كلمتين سريعين كلكم قد ما فيكم تعملوا الشعب السوري اللي مش كثير انساني بيساعده لانه سقوطه بفيد لبنان واللي مش كثير بفيد لبنان بانه بفيد لبنان يساعده لانه انساني واللي مش مقنع لبنان يؤمن بانه هو عربي وعم يساعد الحريه العربيه لا هو سبب هو سقوطه مع الشعب السوري اكثر ما يحتاج اليه الشعب السوري هو المعنويات والثوره هي معنويات ما تسبب قبل السلاح وقبل الاعلام معنويات مظاهرات مناعي، لقاءات مناعي، ندوات مناعي، كل الوقوف إلى جانب الشعب السوري، والأهم محتاج للمال. المال ليس فقط للطعام والشراب ولكن للسلاح. شو حسيت؟ شو حسيت؟
بشوف استعمل مثلا اطفال ونساء لتعذيب العجل، شو بستعمل؟ في ناس عم تفوت عليهم عن اسوانهم على اعراضهم على اولادهم، نساء تغتصب اطفال تغتصب. مش انا عم بعمل شعارات، بدنا شيء يوتيوب، النظام السوري ما وصلوا هذا النوع من التطور. نشوف النقطة العادية. هم بحاجة إلى السلاح. نحن لن نرسل سلاح فقط لأنه غير قانوني في لبنان، وليس لأننا نخشى تسليح الشعب السوري. نحن سندفع المال كي يشتروا السلاح.